أين كنتم خلال الثورة؟ وكأنكم تريدون للآخرين أن يقوموا بدوركم، أن يمهدوا الطريق لكم للعودة. يعني التغيير والإصلاح الذي ترفعونه يتطلب ضريبة، الضريبة هي أن تواجه الآخر. فلماذا لا تعود؟ أين كنتم خلال الثورة؟ لماذا هذا الشاب وغيره يواجهون السجون بصدور عارية ولا 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 يبحثون عن الهجرة؟ وأنتم شيخ راشد، أين كنتم خلال الثورة؟ أنا شخصيا أشعر بأني قد أسهمت، والحركة التي أمثلها أسهمت إسهاما كبيرا في هذا في هذه الثورة المباركة. أين كنتم خلال الثورة؟ احنا اليوم أمام انتفاضة شعبية أصيلة غير مؤطرة، لا يتزعمها أحد، لا حزب ولا شخص. أين كنتم خلال الثورة؟ أنا شخصيا أشعر بأني قد أسهمت، والحركة التي أمثلها أسهمت إسهاما كبيرا في هذا في هذه الثورة المباركة. أين كنتم خلال الثورة؟ وعلى الطابع هذه تاع الثورة نتاعنا اللي هي ثورة نظيفة، واللي في الحقيقة الناس اللي يعيطوا الكل باش يحبوا يدافعوا عليها قاتلهم فيها، ما عندهم حتى دخل فيها، كل ما ذم راكبين على دار الحصان اللي عملوها شبان، ولا تأطير ولا زعامة ولا ايديولوجية ولا إعانة خارجية. نقول لكم أنا هذا ما فماش. أين كنتم خلال الثورة؟ أنا شخصيا أشعر بأني قد أسهمت، والحركة التي أمثلها أسهمت إسهاما كبيرا في هذا في هذه الثورة المباركة. أين كنتم خلال الثورة؟ اللي هي ثورة نظيفة، واللي في الحقيقة الناس اللي يعيطوا الكل باش يحبوا يدافعوا عليها قاتلهم فيها، ما عندهم حتى دخل فيها، كل ما ذم راكبين على دار الحصان.